مرحبا بك في قناة رحلة الثقافة. نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولما لا إضافة معلوماتك في تعليق لنستفيد من خبراتك. ماذا ينبغي أن تفعل إذا عرفت أن امرأة منجذبة إليك لكنها لم تبح بذلك صراحة؟ لحسن الحظ هنالك بعض العلامات التي تشير إلى انجذاب المرأة إليك. تابع لغة جسدها وما تقول في المحادثات لاكتشاف إذا كانت تريدك أن تبادر بالخطوة الأولى. لكن أولا تابع مشاهدة هذا الدليل الشامل لمعرفة العلامات الدالة على انجذاب المرأة إليك. أشياء لا بد أن تعرفها. انتبه لعلامات انجذابها إليك في لغة جسدها، مثل إطالة التواصل البصري، مداعبة شعرها، عض شفتيها، وملامسة جسدك بشكل متكرر. حلل تلميحاتها الخفية في المحادثات، يشمل ذلك نبرة صوتها المثيرة والضحك على نكاتك التافهة وإطراءات والتعليقات المثيرة. راقب سلوكها، إذا كانت تبذل ما في وسعها من أجل رؤيتك أو ترد على رسائلك بسرعة وتبتهج عند دخولك الغرفة فهي مجذبة إليك، تحدق إليك كلما اعتقدت أنك لا تلاحظها. ستتفقدك المرأة التي تجدك مثيرا بشكل متكرر، اختلس النظر إليها من وقت لآخر. إذا كانت معجبة بك سوف تحدق إليك أكثر من اللازم. راقب تصرفاتها، إذا كانت تنظر بعيدا بسرعة أثناء الابتسامة وتشعر بالخجل كلما لمحتها تحدق إليك فهي علامة مؤكدة على إعجابها بك. لا يحدق الأشخاص إلى أحد في المعتاد لأكثر من بضع ثوان إذا كانوا لا يتحدثوا معا، لذلك المرأة التي تنظر إليك أكثر من المعتاد تكن مشاعر نحوك. حاول لفت نظرها إليك بلطف عندما تلمح وتنظر إليك وبادلها بابتسامة كي تعرف أنك معجب بها أيضا. تطيل النظر إليك. سوف تطيل المرأة النظر لعينك أكثر من المعتاد إذا أرادت مغازلتك، فكفي مدى نظرها إلى عينك عندما تتحدث إليك. هل تطيل النظر على عينك أكثر من 5 ثوان؟ ونادرا ما توقف التواصل لتنظر بعيدا، على الرغم من عدم اقتصار الرومانسية على ذلك إلا أن التواصل البصري المتكرر يشير إلى الانجذاب. من الطبيعي التواصل البصري لأكثر من 4 إلى 5 ثوان في المحادثات بين الأصدقاء والمعارف، لذلك يدل إطالة النظر لأكثر من ذلك إلى الانجذاب. أحيانا إذا شعرت بالخجل وتتجنب الاتصال البصري بالكامل، راقب تصرفاتها مع الآخرين. هل تتواصل معهم بصريا لكنها لا تفعل ذلك معك؟ فقد تكون علامة على أنها لديها مشاعر تجاهك. تهتم بمظهرها كثيرا، ربما ترتدي لتثير إعجابك عندما تريد لفت انتباهك نحوها. من منا لا يستغرق وقتا أطول أمام المرآة قبل الالتقاء بالشخص الذي يحبه. انتبه لملابسها وشعرها ومكياجها. إذا كانت منجذبة إليك سوف تهتم بمظهرها للفت انتباهك إليها وتتباهى بأناقتها كلما سنحت لها الفرصة. على سبيل المثال قد تلاحظ ارتداء للقمصان القصيرة المثيرة والبناطيل الضيقة مؤخرا، على الرغم من ارتداء الملابس أكثر احتشاما قبل ذلك. إذا كنت تتسكع مع مجموعة من الأصدقاء قد تجلس بالقرب منك أو تسير أمامك كثيرا كي تلفت انتباهك لمظهرها الجديد. مرحبا بك في قناة رحلة الثقافة. نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولما لا إضافة معلوماتك في تعليق لنستفيد من خبراتك. ماذا ينبغي أن تفعل إذا عرفت أن امرأة منجذبة إليك لكنها لم تبح بذلك صراحة؟ لحسن الحظ هنالك بعض العلامات التي تشير إلى انجذاب المرأة إليك. تابع لغة جسدها وما تقول في المحادثات لاكتشاف إذا كانت تريدك أن تبادر بالخطوة الأولى. لكن أولا تابع مشاهدة هذا الدليل الشامل لمعرفة العلامات الدالة على انجذاب المرأة إليك. أشياء لا بد أن تعرفها. انتبه لعلامات انجذابها إليك في لغة جسدها، مثل إطالة التواصل البصري، مداعبة شعرها، وعض شفتيها، وملامسة جسدك بشكل متكرر. حلل تلميحاتها الخفية في المحادثات، يشمل ذلك نبرة صوتها المثيرة والضحك على نكاتك التافهة وإطراءات والتعليقات المثيرة. راقب سلوكها، إذا كانت تبذل ما في وسعها من أجل رؤيتك أو ترد على رسائلك بسرعة وتبتهج عند دخولك الغرفة
فهي مجاذبة إليك، تحدق إليك كلما اعتقدت أنك لا تلاحظها. ستتفقدك المرأة التي تجدك مثيرا بشكل متكرر، اختلس النظر إليها من وقت لآخر. إذا كانت معجبة بك سوف تحدق إليك أكثر من اللازم، راقب تصرفاتها. إذا كانت تنظر بعيدا بسرعة أثناء الابتسامة أو تشعر بالخجل كلما لمحتها تحدق إليك، فهي علامة مؤكدة على إعجابها بك. لا يحدق الأشخاص إلى أحد في المعتاد لأكثر من بضع ثوان إذا كانوا لا يتحدثوا معا، لذلك المرأة التي تنظر إليك أكثر من المعتاد تكن مشاعر نحوك. حاول لفت نظرها إليك بلطف عندما تلمح وتنظر إليك، وبادلها بابتسامة كي تعرف أنك معجب بها أيضا. تطيل النظر إليك. سوف تطيل المرأة النظر لعينك أكثر من المعتاد إذا أرادت مغازلتك، فكر في مدى نظرها إلى عينك عندما تتحدث إليك. هل تطيل النظر على عينك أكثر من 5 ثوان؟ ونادرا ما توقف التواصل لتنظر بعيدا، على الرغم من عدم اقتصار الرومانسية على ذلك، إلا أن التواصل البصري المتكرر يشير إلى الإنجذاب. من الطبيعي التواصل البصري لأكثر من 4 إلى 5 ثوان في المحادثات بين الأصدقاء والمعارف، لذلك يدل إطالة النظر لأكثر من ذلك إلى الإنجذاب. أحيانا إذا شعرت بالخجل وتتجنب الاتصال البصري بالكامل، راقب تصرفاتها مع الآخرين. هل تتواصل معهم بصريا لكن لا تفعل ذلك معك؟ فقد تكون علامة أنها لديها مشاعر تجاهك. تهتم بمظهرها كثيرا، ربما ترتدي لتثير إعجابك عندما تريد لفت انتباهك نحوها. من منا لا يستغرق وقتا أطول أمام المرآة قبل الالتقاء بالشخص الذي يحبه؟ انتبه لملابسها وشعرها ومكياجها. إذا كانت منجذبة إليك سوف تهتم بمظهرها للفت انتباهك إليها وتتباهى بأناقتها كلما سنحت لها الفرصة. على سبيل المثال، قد تلاحظ ارتداء للقمصان القصيرة المثيرة أو البناطيل الضيقة مؤخرا، على الرغم من ارتداء الملابس أكثر احتشاما قبل ذلك. إذا كنت تتسكع مع مجموعة من الأصدقاء، قد تجلس بالقرب منك أو تسير أمامك كثيرا كي تلفت انتباهك لمظهرها الجديد.